بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم زيارة وبشارة. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى موعدنا مع زيارة نبي كريم من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، سيدنا يوسف الصديق ابن يعقوب. فيوسف كريم، ابن الكريم يعقوب، ابن الكريم إسحاق، ابن الكريم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم، اللي الصورة رقم 12 في المصحف جاءت باسمه، صورة يوسف. هو نبي وصديق من أنبياء بني إسرائيل، وهو الابن الحادي عشر للنبي يعقوب عليه الصلاة والسلام. سيدنا يعقوب خلف 12 ولد، رقم 11 كان هو سيدنا يوسف، وللنبي عليه الصلاة والسلام رآه في رحلة الإسراء والمعراج، رآه في السماء الثالثة وحكى لنا وصفه فقال: فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. سيدنا يوسف أخذ نص الجمال عليه الصلاة والسلام. تعالوا نزور سيدنا يوسف في مشهد عظيم من المشاهد الجميلة. سيدنا يوسف صحى الصبح كده بعد ما شاف رؤية طيبة في المنام، وبيقول لأبيه يعقوب: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سجود اللي هو انحناء التعظيم، لما تعظم شخص. قال: يا بني، اللي هو سيدنا يعقوب، قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ليه، هو في عيب في إخواتي لا سمح الله؟ لا، دول تربية نبي، دول أولاد نبي. قال له: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الشيطان يا جماعة بيحرك النفوس، استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها، فإن صاحب كل ذي نعمة محسود. فلما سيدنا يعقوب شاف إن ربنا حبى ابنه يوسف بموهبة وبنعمة كبيرة جدا، قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك. بس الوضع في البيت إنه كان دايما سيدنا يعقوب دايما ينظر ليوسف، دايما يوسف مدلل داخل البيت. فإخوات يوسف لاحظوا الموضوع ده، قالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يتقتلوه يتنفوه، ليه؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. شفت الغيرة وصلت لحد فين؟ طيب، فبعدين جهم قالوا لسيدنا يعقوب: احنا عايزين يوسف معنا، هو رقم 11 في الترتيب، عايزينه معنا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. احنا عايزينه يروح معانا عشان يلعب معانا، وما تقلقش احنا هنحافظ عليه. فشوف الحرص بتاع سيدنا يعقوب، قال لهم: أخافوا أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لأن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون. خدوا يوسف الصبح، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، هيرموه في البير، هيجردوه من القميص بتاعه ويرموه في البير. هنا تأتي البشارة، يوسف في محنة جديدة جدا، إخواته جردوه من القميص ورموه في البير. تأتي البشارة: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ربنا بشره وهو في البير إنه هيجي يوم يا يوسف إخواتك دول حيشوفوك، وانت حتفكرهم وتقول لهم: فاكرين لما عملتم فيا كيت وكيت؟ وهم جاهلون وهم مش واخدين بالهم. وحدث ده، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذ أنتم جاهلون؟ وهو كان العزيز ساعتها في مصر، سبحان الله العظيم. وده يعلمنا عدة دروس. لما زرنا سيدنا يوسف في المشهد الأول ده، رقم 1، سيدنا يعقوب لما تيجي تتعامل مع أولادك اتعامل معهم بدرجة واحدة، ما يبقاش في فروق
عشان النفوس ما تشلش من بعضيها. رقم 2، قرص سيدنا يعقوب هو اللي اداهم الوسيلة اللي يكذبوا بيها، قال لهم وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فلما رجعوا قال لهم فين أخوكوا؟ قالوا له أكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. البشارة العظيمة جدا أنه في عز المحنة سيدنا يوسف لجأ لربنا، فربنا قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. صلاة الله وسلامه على هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.